يتعلق بالفوائد التي يمكن جنيها من وراء تنظيم هكذا معرض، أسأل الباحث السياسي دكتور أمين محمود. دكتور أمين، ما الذي يمكن أن تجنيه مصر سياسيا وعسكريا من وراء تنظيم معرض كهذا؟ والبعض يقول بأنه هناك صورة يتم إرسالها ورسالة يتم إرسالها للمجتمع الدولي بأن مصر تحظى بالاستقرار يوما بعد آخر، بدليل أنها تجاوزت كل مراحل العنف والإرهاب وبدأت تعلن عن معارض لتصدير السلاح إلى الخارج. ما قال ضيوفك ان عمليه دعايه اكتر من انها عمل تصنيع فعلي، وطبعا مش واضح بالظبط ايه الاتفاقيات اللي هتتم اذا كان هيصنعوا شيء او يجمعوا اشياء من الاتحاد السوفيتي، من روسيا اقصد، فدي امور مش واضحه. طبعا من زمان كان في عمليه تجميع لبعض قطع اذا كانت عسكريه او ذخيره او خلافه، زائد ان من وقت لاخر طبعا معروف ان مصر كانت بتصنع سيارات، تصنيع السيارات كان اغلبه تجميع، ما هواش تصنيع بالشكل العادي الا في حالات بسيطه جدا، وده تقريبا انتهى. فهي عمليه مشابهه وهي دعايه اكتر ان مصر ممكن تبقى سمسار في المنطقه. وطبعا الفتره اللي من الانقلاب الى الان اللي تم ان كانت مصر بتشتري اسلحه بكميات خياليه مش مفهومه ليه إلا لإرضاء هذه الدول ولدفع أموال، يعني بيبتزوا مصر كدولة غير ديمقراطية، دولة فيها نظام عسكري بيحاول ياخد رضا الغرب، فبيشتروا أسلحة من فرنسا ومن ألمانيا زي ما ذكر في التقرير إن بكميات كبيرة، وتعتبر ثالث دولة في الفترة 5 سنوات الأخيرة في استيراد الأسلحة. ده شيء غريب، هل إيه الحروب اللي مصر داخلة فيها؟ مش موجودة أي حرب، مش موجود، مش محتاجين هذه الأسلحة. أنواع الأسلحة اللي اشتروها غريبة لما تبص للتفاصيل بتاعتها. ما انتش هتحارب دولة أخرى، ولكن محاربة الإرهاب والفشل اللي حاصل في سيناء بيظهر إن مفيش أي شيء غير عملية دعاية وعملية إظهار السيسي كأنه شخص بيعمل شيء مفيد لمصر أو للعالم، ولكن هو الدول دي بتبتزه الحقيقه وبتستغله، وقطعا في شركات هتستفيد من وجود عمليه تصنيع في مصر اذا جت وحطت خطوط تصنيعيه في مصر، لكن ما هياش صناعه مصريه بالشكل اللي احنا بنشوف بعض دول اخرى بتنتج وبتصير لنا قطع معينه. ذكرت دكتور محمود بانه